تستأنف في القاهرة غدا محادثة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ذلك في محاولة للتوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك. وكانت القاهرة قد استضافت الأحد الماضي على مدار 4 أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة 6 أسابيع يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث شاركت في تلك الجولة التي تأتي برعاية مصرية وفود من حماس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. وغادرت حماس في نهاية الجولة للتشاور، إلا أنها أعلنت أن المفاوضات متواصلة.